احنا قلنا في ثلاثه، واحد بيرهن مثلا يعني نركب فيتامين دي على جنب كده، فعندك هرمون بيرفع، هرمون بيقلل، الهرمون اللي بيرفع الكالسيوم اسمه باراتيتامول، اللي بيقلل اسمه كالسيتون كالسيوم. تعال بقى نشوف كالسيوم بيعمل العكس يا جماعه، العكس ازاي؟ كالسيوم ده بيقلل الكالسيوم، بيقلل مين؟ وعلى فكره بيقلل برضه الفوسفين، بيقلل مين؟ يعني ده بيقلل الاثنين مع بعض، بيقلل مين؟ الاثنين مع بعض، بس اللي هيهمنا طبعا حكايه الكالسيوم. بص معايا ازاي الاول كالسيتون ده بيتفرد منين؟ احنا قلنا لسه ما قلناش وقت، حاجه اسمها مين؟ بارا فلوكر سيل، حاجه اسمها بارا فلوكر سيل، بارا فلوكر سيل من الثيرويد، بارا فلوكر سيل دي اللي بتطلع مين؟ كالسيتون. كالسيتون هيروح على البون ويعمل العكس، يعني ازاي؟ يروح على البون يزود نشاط، قولوا معايا بقى، يزود الاكتيفيتي بتاع مين؟ بتاع الاوستيو بلاست، وينهبت الاوستيو بلاست، وبالتالي هيسحب مين؟ يسحب الكالسيوم من البلاد ويوديه فين؟ يوديه في البون، حتى كان بيسحب في السيوم، وبالتالي يبقى الكالسيوم في السيوم هيجي هيقل. هو على فكره الكالسيوم بيشتغل على مكانين بس، بيشتغل على البون، بيشتغل على الكيدني. طب هل الكالسيتون ده لمصلحه البون يعني بيقوي العظام؟ اه طبعا بيقوي العظام يا جماعه، ماشي. على الكيدني بيعمل العكس، بيمنع الفوسفيت وبيمنع مين؟ ما بيمنع الري ابسوربشن، لان هو بيحاول يقللهم في يقللهم في البلاد، ماشي معايا. هو المين اكشن بتاعه ان هو بيعمل موبلايزيشن، حرك الكالسيوم اوكسيد من البلاد يوديه فين؟ واللي هيهمنا طبعا هو مين؟ الكالسيوم. طيب انت تتخيل كده ان هذا الهرمون امتى السكيشن بتاعه يزيد؟ امتى السكيشن؟ لما الكالسيوم يعلى في الايه؟ في البلاد، هو هياخده وديه في البون. فاذا المين ريجوليتور اللي هو مين؟ زياده الكالسيوم، يزود مين؟ يزود السكريشن، يزود السكريشن، واضحه؟ زياده الكالسيوم يزود مين؟ السكريشن. الكالسيوم لما بيزيد يعمل ايه؟ يقوم جوه سحبه البلاد يوديه فين؟ ففي قصه بقى جميله جدا بيقول لك ايه؟ ان اللي بيعمل ريجوليشن برضه للكالسيتون السكريشن اللي هو جي اي تي هرمون، حاجه اسمها جاسترو انتستينال هرمون، هرمونات فين؟ الانسان لما بياكل في هرمون ده يا جماعه بتتفرد من الانتستينال ميكوزا او من البنكرياس مثلا، في العصاره البنكرياسيه، في قصدي اسف، هرمون بيتفرد في البلاد. في هرمون يعني ايه؟ بتتفرد مع الاكل. مع مين؟ مع الاكل، خلاص؟ سواء الهرمون دي قاعده في البنكرياس او قاعده في الميكوزا بتاع مين؟ بتاع الدايجستيف سيستم. تخيلوا كده ايه، تعالوا كده نشوف ايه اللي بيحصل. انا هقول لك ايه تاثير بقى احنا يا جماعه لما بناكل كالسيوم بيزيد، كالسيوم بيزيد في البلاد. ليه؟ لان الكالسيوم موجود فين؟ في الفود. فبالتالي بعد عمليه الابزوربشن الكالسيوم هيتنقل منين؟ طبعا من الانتستين، يروح فين؟ في البلاد. فبالتالي الليفل بتاعه ايه؟ هيزيد. انا قلت لكم الكالسيوم ده الليفل بتاعه يزيد ولا ايه؟ ده حلو ولا وحش؟ وحش، زيادته هباب ونقصانه هباب. انا عايز مين؟ احافظ عليه، يعني اللي هو لو زاد امنع الزياده، ها؟ ولو قل امنع النقصان. واضحه الفكره ديت؟ فاحنا بعد الاكل بيزيد مين؟ كالسيوم ان ذا بلاد، دي معروفه دي. اسمها ايه بقى؟ اسمها بوست جلانديال، بوست جلانديال هايبر كالسيميا، هايبر كالسيميا. يعني ايه الكلام ده؟ بوست جلانديال يا جماعه معناها بعد الاكل. في يقول لك ده ممكن تحلل السكر، تقيس السكر بعد الاكل ساعتين، حاجه اسمها بوست برانديال بلاد جلوكوز ليفل. المهم بوست برانديال بعد الاكل، وهايبر كالسيميا اللي هو زياده مين؟
هايبر كالسيمي. ايه يعني دم؟ ايه يعني دم؟ زياده الكالسيوم في الدم بيزيد امتى؟ بص براند بعد ايه؟ لا طبعا الزياده دي حلوه ولا وحشه؟ وحشه. المفروض مين نمنع؟ مين نمنع؟ زياده. فبصوا بقى القصه جميله جدا بصراحه حلوه. بصوا معايا احنا هنقول ان في ده المعده هي وده الاستومك ده الانتستين. فالفود اهوت موجود في الاستومك داخل على الانتستين والفود ده مستخبي جواه مين؟ مستخبي جواه لص خطير جدا اسمه ايه؟ اسمه كالسيوم. اسمه مين؟ كالسيوم. اللص اللي متخفي ده احنا عايزين نقبض عليه. عايزين مين؟ نقبض عليه. فبتلاقوا دايما في ناس طيبين مش طيبين ولا حاجه يعني يعتبر طيبين برضه اللي هم مين؟ المرشدين اللي هم الكنيان زمان عندكم حاجه اسمها وعندنا في مصر موجودين دول اللي هم بيسموهم مش الكلب بقى المهم يعني المهم المخبرين اللي هم بيعرفوا اي اخبار يوصلوها لمين؟ للقياده واخد منها فاهمين اللعبه ديت دول بنسميهم ناس طيبين. ناس مين؟ طيبين. المهم فالفود وهو في الاستومك وفي الانتستين بيعمل بيشجع افراز حاجه اسمها هرمونات بتتفرد من الجي اي تي اسمها جي اي تي هرمون جاسترو انتستينال تراكت هرمونز. زي مين مثلا؟ ان شاء الله لما ناخد دايجستيف هتلاقوا في هرمون اسمه جاسترين هرمون اسمه سي سي كي هرمونات كتيره يعني سي سي كي ده يا جماعه اسمه كول سيستو كايت المهم هتحفظه انت بعدين. الهرمونات دي يا جماعه اللي هي الجاسترين والسي كي والحاجه اسمها انتستين جلوكاجون سكريتد وان دولت اللي هم ولاد الحلال. ولاد الحلال اللي هم مين؟ خلي بالك يبقى الكاتن ده اللي هو مين؟ اللي هو البص او الخط اللي احنا عايزين نقبض عليه. وعندك هنا في ناس اللي نسميهم المرشدين خلاص بيروحوا يبلغوا قياده. بيروحوا يبلغوا مين؟ قياده. القياده دولت اللي هم مين بقى؟ هي مركز البوليس مركز الشرطه مركز مين؟ مركز الشرطه اللي هو مين؟ هو البارا فوليكولر مين؟ سيلز اللي هو قاعده فين؟ ثايرويد. دي هيجي لها اخباريه جي اي تي هرمون يقول لها ده الكالسيوم مين؟ جاي في الطريق وهيحصل له ابزوربشن وهيقعد فين؟ في البلاد. طلع لنا مين؟ ده مركز الشرطه ده يطلع ظابط عارفين يعني ايه ظابط؟ ظابط ده عايز يعمل كمين لمين؟ للكالسيوم. مجرد ما الكالسيوم يعدي يوم جاي قابض مين؟ يقبض عليه. فالضابط ده اللي هو مين؟ كالسيوم. كالسيتونين عمل كمين لمين؟ كالسيوم. الكالسيوم حصل له اهو ماشي اهو ومش واخد باله وحصل له مين؟ ابزوربشن. وبدا يعلى فين؟ في البلد. اللي هو الضابط ده عمل ايه؟ قبض عليه عمل ايه؟ قبض عليه وداه مين؟ وداه حاجه اسمها التخشيب. اسمعوا حاجه اسمها التخشيب. اسمعوش للتخشيب. حبس يعني حبسه وده السجن يعني وده مين؟ السجن. وفهمتوا حاجه؟ فاهم الكالسيوم مين؟ امنع مين؟ امنع زيادته في الدم بعد ايه؟ بعد اكل. اسمها مين؟ زياده الكالسيوم بعد الدم بعد اكل اسمها بوست برانسل هايبرتنشن. مين اللي بيعملها بريفنشن؟ كالسيتون. بس بفضل بمساعده مين؟ اللي هم اولاد الحلال اللي هم المخبرين المرشدين. واضحه؟ فهمت؟